احنا في اخر 2020 وده معناه اننا لازم نعمل فيديو افضل الموبايلات اللي ممكن تشتريها زي ما انتم متعودين مننا، وعلشان الفيديو ما يبقاش طويل وممل وفي نفس الوقت نلم اكبر عدد ممكن من الفئات السعريه من اول 2000 جنيه لحد 7000 جنيه ونحط كمان اكتر من موبايل في كل فئه سعريه علشان اللي مش عاجبه براند يشوف البراند اللي بعده، فانا هحاول الخص كل موبايل بسرعه في كام جمله، ولو عجبك اي موبايل من الموبايلات اللي قلت عليها في الفيديو ده وهتاخد خلاص قرار الشراء ممكن تشوف المراجعات بتاعته والمقارنات تلاقيها على القناة عندنا. بس زي ما انت متعود قبل ما نبدأ الفيديو بنعمل ايه؟ ايوة بنعمل اللايك الجميل علشان الفيديو يوصل اسرع لكل الناس، ويلا بينا نشوف افضل الموبايلات في 2020. اول فئة وهي الفئة الاقتصادية بسعر اقل من 2500 جنيه. المركز الاول وبكل جدارة هو الريدمي 9 من شاومي، موبايل بيقدم افضل قيمة مقابل سعر، ما كانش منه شكاوي من المستخدمين بتوعه. ريدمي 9 بيقدم احسن معالج ميديا تك جي 80 مع شاشة 6.5 بوصة بدقة ممتازة فول اتش دي، ولكن بسطوع قليل شوية تحت الشمس. بيقدم بطارية قوية 5000 ملي امبير منفذ شحن تايب سي، بس بيجي معاه شاحن 10 واط في العلبة، الشحن السريع يعني مش بيجي معاه. ده غير صوته العالي الممتاز واضافات شاومي المايك الاضافي والمستشعر الاي ار. كاميراتهم مش اقوى حاجه في الفئه السعريه دي بس تقضي الغرض. سعره حوالي 2500 جنيه للنسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام. الموبايل كمياته بتخلص كل فتره وتلاقي التجار ايه بيرفعوا سعره لحد اما كميه جديده تنزل، بتلاقي سعره نزل شويه. ما تدورش عليه اونلاين هتلاقي سعره مبالغ فيه جدا، انزل المحلات واسال عليه. المركز الثاني ريلمي سي 3، موبايل بيتفوق بس على الريدمي 9 في سطوع شاشه اعلى ولكن بدقه اقل اتش دي، وممكن نقول كاميرات احسن بفرق بسيط من ريدمي 9. دي الحاجات اللي ريلمي سي 3 يتفوق فيها على ريدمي 9، انما باقي الحاجات حرفيا ريدمي 9 اقوى منه. وعموما ريلمي سي 3 بديل كويس ومعقول للي مش حابب او مش لاقي الريدمي 9. برضو الموبايل كمياته مش كتير، ممكن تلاقيه بسعر 2500 جنيه للنسخه ال 64 جيجا مع 3 جيجا رام، وبلاش وانت بتدور على الموبايل ده حد يقنعك بريلمي سي 11 او سي 12 لان السي 3 المعالج بتاعه افضل بكتير. المركز الثالث وده بقى موجود بكميات حاليا وهو الانفينكس هوت 10. تطور انفينكس في الفئه الاقتصاديه عجبني جدا، الموبايل ده حرفيا قريب جدا من الانفينكس نوت 7، لا وكمان ارخص منه. بيجي بمعالج كويس ميديا تك جي 70 مع بطاريه كبيره 5200 ملي امبير، هو مفيش شحن سريع ومفيش تايب سي بس ماشي الدنيا. شاشه كبيره قوي 6.7 بوصه بشكل الثقب بس برضه دقتها منخفضه اتش دي. صوته مش وحش خالص، تصميمه مقبول، ولكني بشكل شخصي شايف ريدمي 9 وريلمي سي 3 اشيك، والكاميرا السيلفي بتاعته مش قد كده. السوفت وير بتاع انفينكس هو سهل وبسيط وسريع بس تحسه بدائي شويه، وفي شويه اعلانات حتى بعد ما تقفلها من سيتنج الواجهه. سعر الهوت 10 احسن ما فيه 2200 جنيه للنسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وحوالي 2350 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام. صفقه ممتازه قوي النسخه ال 128 جيجا منه. الفئه السعريه اللي بعد كده اللي هي اقل من 3500 جنيه. المركز الاول وبكل جداره شاومي ريدمي نوت 9 اس، وباكد على حرف الاس اللي في الاخر علشان الناس بتتلخبط لان ده موبايل وده موبايل. النوت 9 اس بيقدم معالج قوي في الفئه السعريه بتاعته سناب دراجون 720 جي. يكفي ان اقول لك ان المعالج ده موجود في موبايلات اغلى بكتير. بيجي بشاشه 6.67 من 100 بوصه اي بي اس فول اتش دي بلس بتردد 60 هرتز، وخدها مني نصيحه شاشه فول اتش دي 60 هرتز هتدي لك تجربه افضل من شاشه اتش دي 90 هرتز، متفقين؟ بيقدم كاميرات كويسه جدا خصوصا الكاميرا الخلفيه، ومع تجربه جوجل كاميرا الاداء بيبقى احسن واحسن. بيقدم بطاريه 5000 ملي امبير وبيجي معاه في العلبه شاحن سريع، صوته عالي كويس، وطبعا فيه اضافات شاومي المايك الاضافي والاي ار. واللي مميز قوي بقى فيه تصميمه الزجاجي الفخم اللي صعب تلاقيه في موبايلات بنفس سعره. بروز الكاميرات بتاعه كبير شويه فخلي بالك منه، وموضوع التراب اتحل في الدفعات الجديده، ولو دخل تراب في الكاميرا التوكيل هيغير لك الموبايل. الموبايل سعره حوالي 3350 جنيه للنسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وحوالي 3700 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام. المركز الثاني محسوم لسامسونج بصراحه. دلوقتي سامسونج عندها موبايل كويس وهو الاي 21 اس، عملت عنه مراجعه ومقارنه قبل كده ووصلنا لان الموبايل ده بيقدم اداء مش الاقوى ولكنه معقول، وبيقدم كاميرات حلوه جدا واسم سامسونج وواجهه سامسونج. سعره حوالي دلوقتي 2800 جنيه للنسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وحوالي 3200 جنيه للنسخه ال 128 جيجا و4 جيجا رام. بس الموبايل ده شاشته تي اف تي اقل شويه من المنافسين. تقوم سامسونج بقى تعمل ايه؟ نزلت خلال الفتره اللي فاتت في صمت شديد السامسونج جالاكسي ام 21 بشاشه اموليد فول اتش دي مع معالج الاكسينوس 96 11 بتاع الاي 51 والام 31
اغلى منه، مع كاميرات معقوله برضو، بطاريه ضخمه 6000 ملي امبير وشاحن 15 واط. الموبايل الجميل ده نزل بسعر رسمي 3500 جنيه ولكن عليه تخفيض 500 جنيه لاخر السنه، وهيبقى بسعر 3000 جنيه بس النسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام. وبكده انت هتاخد واجهه سامسونج والشاشه الاموليد المحترمه جدا جدا بتاعت سامسونج والبطاريه الضخمه والاداء اللي مش بطال خالص بسعر 3000 جنيه. الفكره بس اتمنى ان الموبايل ده يتوفر منه كميات، لانه موجود حاليا على ستور سامسونج الاونلاين في مصر بس، وتحسه نازل مستخبي كده، مع انه حلو على سعر 3000 جنيه جدا، كفايه شاشته الاموليد. طيب انت بقى مش عاوز سامسونج ولا شاومي، عينيا حاضر، عندك ريلمي. وريلمي في الفئه دي عندها موبايلات كتير، ارشح لك فيهم موبايلين اتنين بس، الريلمي 6 اي والريلمي 6. الريلمي 6 اي سعره حوالي 2850 نسخه ال 64 جيجا مع 3 جيجا رام، وحوالي 3200 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام. ولو عاوز الحق الريلمي 6 اي ما يكسبش النوت 9 اس في اي حاجه، والسامسونج ام 21 برضه انا شايفه اقيم بسبب الشاشه الاموليد والبطاريه الضخمه اللي في سامسونج، ولكن لازم البدائل تبقى موجوده. اللي ممكن يكسب المنافسين ويتفوق في بعض الحاجات ومن ريلمي برضه هو الريلمي 6 العادي، ولكن ده اغلى شويه ب 3800 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام، وده بقى بيقدم معالج جيمنج محترم جدا جي 90 تي، طفره في الاداء في الفئه السعريه دي ولكن بيسخن شويه مع الالعاب. كاميرات معقوله، شحن سريع 30 واط، وشاشه 90 هرتز فول اتش دي. فعجبني ريلمي 6 بسعره الجديد ده، اتمنى يفضل موجود فتره بكميات لانه منافس قوي جدا. طيب ولو انت بقى ولا عاوز سامسونج ولا شاومي ولا ريلمي ومعاك ذكريات مع شركه واوي مش عاوز تسيبها وحابب الاعتماديه بتاعته، بص هو في اكتر من موبايل من واوي واونر اللي تبعهم برضو، ولكن معظمهم من غير خدمات جوجل، وانا مش هقدر ارشح ليك موبايل من غير خدمات جوجل لان ممكن العواقب تبقى وخيمه. حلوه وخيمه دي، انا ممكن ارشح لك منهم الموبايل اللي بخدمات جوجل وفي نفس الوقت بخامات ظهر زجاج محترمه جدا ومساحه 128 جيجا وسعر معقول، وهو الاونر 9 اكس لايت. اه قديم شويه وبطاريته على قدها شويه بس حلو، وهتاخد منه تجربه شاشه محترمه فول اتش دي بصوت محترم والوان معقوله واداء طبعا الكيرن 710 كلنا عارفين اداؤه. سعره حوالي 2800 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام، واكد عليك تاني وتالت الموبايل ده بخدمات جوجل. ندخل بقى على الفئه المتوسطه بسعر اقل من 4500 جنيه. حقيقي انا محتار بين الريلمي 7 والبوكو اكس 3 ان اف سي، الموبايلين دول ممتازين، كل واحد فيهم ليه نقط تفوقه على الموبايل التاني، هحاول اقول لك عليهم بسرعه. البوكو اكس 3 ان اف سي بيتفوق في تردد شاشه اعلى 120 هرتز، صوت ستيريو، معالج كوالكوم داعم لتشغيل جوه الكاميرا وبيسخن اقل، في شويه اضافات شاومي اللي هي لمبه الاشعارات، مستشعر اي ار، مايك اضافي لعزل الدوشه، وخاصيه الان اف سي، كاميرا خلفيه اقوى شويه وارخص شويه من ريلمي. الريلمي 7 بيتفوق في بروز كاميرا خلفيه اقل، تصميم اصغر واخف وممكن يكون اشيك شويه، عامل امان اسرع، شبكه اقوى خصوصا شبكه الاتصال، كاميرا سيلفي افضل، دعم تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميموري مع بعض، وبيجي ب 8 جيجا رام مش 6 زي البوكو، واخر واهم حاجه الشاحن الطلقه اللي معاه ال 65 واط. كده انا لخصت لك كل واحد احسن في ايه، شوف انت ميال لمين اكتر، وصدقني مش هتندم لو جبت اي واحد فيهم. الريلمي 7 نسخه واحده سعرها حوالي 4500 جنيه، النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والبوكو اكس 3 ان اف سي نسختين، ال 64 و6 بحوالي 4000 جنيه، وال 128 و6 بحوالي 4400 جنيه. وطبعا ما اقدرش انسى شاومي نوت 9 برو، هو بيتفوق على البوكو في التصميم الزجاجي وانه ملموم شويه في الايد كده، ولكن البوكو بيتفوق في بقيه المواصفات، عشان كده رشحت البوكو عن النوت 9 برو. طيب انت بقى مش عاوز ولا شاومي ولا ريلمي، سامسونج موجوده بشاشتها الاموليد الحلوه في الجالكسي ام 31، شاشه اموليد نوتش فول اتش دي 60 هرتز، معالج اكسينوس 9611، هو اضعف من معالج ريلمي وشاومي علشان تبقى فاهم، ولكن لو استخدامك متوسط او خفيف مش هيضايقك قوي. شبكه الواي فاي فيه اضعف من ريلمي وشاومي برده علشان تبقى عارف، ودي ارخم حاجه فيه. بطاريه قويه 6000 ملي امبير توازي ال 5000 بتوع شاومي، مع شاحن بطيء شويه بالنسبه لريلمي وشاومي 15 واط فقط. كاميراته حلوه جدا، هو ماسك العصايه من النص، السيلفي يعتبر حلو زي ريلمي 7، والكاميرا الخلفيه يعتبر حلوه زي البوكو اكس 3 ان اف سي. سعر الام 31 حوالي 4100 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام. اخر موبايل هرشحه في الفئه دي على استحياء، وهو الاوبو رينو 3 لعشاق اوبو فقط. الموبايل ده هيقدم لك تجربه قريبه جدا من الام 31 من سامسونج، لان شاشته اموليد وبصمته تحت الشاشه سريعه، والمعالج بتاعه اداؤه يعني ضعيف زيه زي الام 31 كده، مع كاميرات كويسه جدا وشبكه اقوى بكتير من سامسونج، ولكن مع بطاريه اصغر 4000 ملي امبير، وبالتبعيه وزن وحجم اخف بكتير في الايد من الام 31. سعر رينو 3 حوالي 4300 جنيه للنسخه ال 128
32 جيجا مع 8 جيجا رام، ويعتبر بديل كويس للام 31، والناس اللي استخدامهم خفيف عاوزين شاشه كويسه وكاميرات معقوله وخلاص، ومش عاوزين اي مشاكل تظهر في الموبايل. ندخل بقى في الفئه المتوسطه العليا. الفئه دي كان اخرها 6500، ولكن مع نزول وحش شاومي الجديد الميتين تي بسعر 7000 جنيه، فكان لازم ارفع سقف الفئه دي لحد الموبايل ده، لانه فعلا يستاهل وممكن تزوده وتجيبه. المهم معانا 4 موبايلات في الفئه المتوسطه العليا لازم تفكر فيه. خلينا في اول موبايل من شاومي وهو الميتين تي العادي. الموبايل ده طفره في الاداء بفضل استخدام معالج سناب دراجون 865، معالج قوي جدا اقوى من كل المنافسين بالسعر ده بفرق ملحوظ، ده غير نوع الذاكره والرام يو اف اس 3.1 وال بي دي دي ار 5 علشان تاخد خلطه اداء ما تخرش الميه، ومعك شاشه اي بي اس بتردد 144 هرتز. اتناقشنا في ان الشاشه الاي بي اس مهما كانت جودتها حلوه في الموبايل ده فهي اكيد اقل من الشاشات الاموليد في نفس الفئه السعريه، ولكن التردد الاعلى اللي في الشاشه هنا هيخدم الجيمرز جدا في الالعاب. معك صوت ستيريو معقول، وجسم الموبايل زجاجي وفريم معدني، بس للاسف هو تقيل وتخين وبروز الكاميرات بتاعته كبير. البطاريه هنا معقوله 5000، والشاحن 33 واط، مش اسرع شاحن ولا ابطا شاحن، حاجه في النص يعني. البطاريه بتكمل يوم وبيتشحن في حوالي ساعه تقريبا. الكاميرات الخلفيه معقوله، ممكن تكون المركز الثاني او الثالث مثلا في الفئه دي. مجملا الموبايل مناسب جدا للاستخدامهم تقيل وعاوزين موبايل حمار شغل زي ما بيقولوا، بس لازم تتقبل شويه عيوب زي ان مفيش مدخل 3.5 ملي، مفيش مكان كارت ميموري، تقيل شويه في الايد، السيلفي مش قد كده، مستشعر المقاربه بتاع المكالمات برده مش قد كده. سعره 7000 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام. طبعا عندك الشاومي مي نوت 10 لايت ممتاز، اللي اشتراه خلاص مبروك عليه، ولكن لو لسه هتشتري فانصحك تزود وتاخد تجربه معالج رائد في المي 10 تي. المركز الثاني سامسونج جالاكسي ام 51. فئه الام من سامسونج حلوه وانا بحبها، يكفي اني مرشح الام 21 والام 31 وادي كمان الام 51 في نفس الفيديو. الام 51 بيجي بكاميرات ممتازه، مش لازم تكون بتعرف تصور علشان تاخد صور حلوه، تقلقش السوفت وير بتاع الموبايل هيتعامل مع الهارد وير كويس، وهتاخد تجربه كويسه جدا تكاد تكون الافضل في الفئه السعريه دي. ده غير الشاشه الاموليد الممتازه اللي في الموبايل ده اللي هتعجبك جدا جدا شكلا وموضوعا، ولكن طبيعي شاشه اموليد فئه متوسطه هتبقى الشاشه بتردد 60 هرتز فقط. ده غير البطاريه العملاقه ل 7000 ملي امبير اللي هتكمل يوم ونص يومين مستريح، والشاحن مش اسرع حاجه 25 واط. الموبايل بيجي بمعالج فئه متوسطه سناب دراجون 730 جي، معقول لو هتقارنه بكل المنافسين ما عدا ال 110 تي في حته لوحده. التصميم بتاع الام 51 اضعف حاجه فيه، بلاستيك بيتخربش بسهوله، والتصميم نفسه شكل تقليدي، وطبعا موبايل تقيل وتخين بسبب البطاريه الضخمه اللي هنا. استقبال شبكات الواي فاي على قده حبتين كالعاده، يعتبر اضعف موبايل في فئته في قوه الواي فاي. الام 51 او موبايلات سامسونج عموما مميزه للناس اللي واثقه في سامسونج واستخدامهم متوسط او خفيف، بشاشه محترمه وبطاريه قويه وكاميرات قويه جدا. سعر الام 51 حوالي 6200 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام. ثالث موبايل معانا هو الريلمي 7 برو. انا شايف اختيار الريلمي 7 برو احسن شويه من الاوبو رينو 4 بفضل الشاحن السريع ال 65 واط، الصوت الاستيريو، والكاميرات الخلفيه الاقوى في الريلمي 7 برو من الرينو 4. وعامه انا شايف الريلمي 7 برو بديل للجالكسي ام 51 لنفس الاستخدامات، خصوصا انه بلاستيك زيه ولكن خاماته احسن شويه واخف كتير لان بطاريته اصغر، وانه بشاشه اموليد برضه بمعالج سناب دراجون 720 جي اللي ده قريب جدا من 730 جي، وبرضه بكاميرات معقوله جدا، ولكن معالجه الوان سامسونج تزال الافضل حتى الان. نقط التفوق المعتاده في الريلمي 7 برو على الام 51 في قوه شبكات الواي فاي والاتصال وعوامل الامان الاسرع والصوت الاعلى والشاحن الطلقه ال 65 واط. لو الحاجات دي تهمك فخليك في الريلمي 7 برو، سعره حوالي 5700 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كده ناقص براند واحد بس وهو واوي. كالعاده مش هرشح النوفا 7 ولا 7 اس اي بسبب غياب خدمات جوجل عليهم، ولو انت متمسك بواوي فلسه لحد دلوقتي النوفا 5 تي بينزل المحلات، وده موبايل فيه خدمات جوجل عادي جدا. الموبايل ده بخامات زجاج محترمه جدا ومعالج كيرن 980 الرائد اللي اداؤه يجي في المركز الثاني على طول بعد السناب دراجون 865 الموجود في ال 110 تي، ولكن مع مراعاه فرق السعر الكبير ما بينهم. كاميراته في المركز الاخير طبعا نظرا ان الموبايل قديم نسبان وكمان بطاريته اصغر 3750، والشاحن بتاعه 22.5 واط. المميز فيه انه اصغر واحد فيهم في الحجم لان شاشته صغيره 6.2 بوصه، للاسف طبعا اي بي اس وبتردد قديم 60 هرتز لان الموبايل قديم شويه زي ما بقول، والموبايل طبعا ما فيهوش مدخل 3.5 ملي ولا كارت ميموري. واوي قدمت التكنولوجيا الجديده اللي عندها في النوفا 7 و7 اس اي، ولكن من غير جوجل زي ما فهمتك. النوفا 5 تي هو اللي فيه خدمات جوجل وهو اللي انا برشحه لو انت عاوز. عموما النوفا 5 تي سعره حوالي 5600 جنيه للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام. بس كده، دي كانت ترشيحات موبيزل لافضل الموبايلات في 2020. لو عجبك الفيديو وما كنتش عملت لايك في الاول فاكيد تعمل لايك وتكتب كومنت وتقول لنا هل اشتريت اي موبايل من الموبايلات دي وايه رايك فيها بعد تجربتك.
تجربة مطولة، وتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبيزل، فعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات اول باول.